فيكم من جديد مشاهدينا في الجزء الثاني من حلقة الحدث لليوم ويلي رح تمتد لساعة 2:30. وبيسرني اني رحب بضيفي باستوديو وهو الخبير في الشؤون الإقليمية والدولية وتحديدا الإيرانية الدكتور حكم أمهز. صباح الخير دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. معودين عليك اتصال وزوم من بعيد. أهلا وسهلا فيك. بس طلعت هيك القصص كلها بنفس جاية لحتى تقضي فرصة طلعت يعني للأسف. هذا هو هذا يعني هذا طريقنا نحن. ما عادي بالعكس يعني بهذا الوقت بيكون في شغل أكثر من أي وقت مضى. تحسي أنه أنت عم تقومي بدورك ومهمتك بهيك حالات. يعني مشهد بهال 48 ساعة مخيف. مشهد قلنا أعصاب مشدودة، الأنظار مشدودة إلى الرد. اغتيال الحاج محسن كبار من كبار قادة حزب الله في الضاحية الجنوبية. يعني المكان له رمزية والشخص له رمزية أيضا. اغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران، كمان الشخص برمزيته والمكان برمزيته أيضا. اليوم الجيش الإسرائيلي يتحدث عن اغتيال محمد الضيف ورفعت سلامة أيضا، طبعا بانتظار الكلام الكلمة الفصل من حماس. صحيح. عمليا والدنيا عم تغلي والأمور ذاهبة إلى تدحرج كبير. لوين أول شيء أعطيني قراءتك بهالمرحلة يعني ما قبل هذه الاغتيالات غير ما بعدها. أنا بتزيد عندك كمان أنه الحشد الشعبي طبعا تعرض تعرض للاستهداف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وكان صحيح. هناك شهداء وشرحوا من بين قيادي كبير اسمه أبو حسن المالكي. وأيضا بدنا ما نغفل بالضاحية أنه صحيح استهداف الضاحية وأيضا استهداف القيادي الكبير الحاج محسن، ولكن أيضا كان هناك مدينين وأطفال. خمس شهداء مدنيين فعملياً ومن بينهم طفلين وأكثر من 80 جريح. طبعا يعني عمليا نحن بنقول أنه بداية من بيروت لو كان مثلا استهداف فقط لشخص الشهيد القائد فؤاد شكر كان ممكن أنه يبقى الرد حزب الله ضمن الإطار والضوابط إسناد الجبهة المقاومة بفلسطين، وبطبيعة الحال بيكون هناك رد أقوى إلى آخره. ولكن الإسرائيلي بتقديري أنه تخطى الخطوط الحمراء فيما يتعلق بموضوع الضاحية. ونحن بنعرف أنه سماحة السيد حسن نصر الله بمواقف سابقة قال أنه إن قصفتم عاصمتنا سنقصف عاصمتكم، إن قصفتم مطارنا سنقصف مطاركم. يعني المعادلة هيك عمليا ضرب الضاحية شو مقابله عند الإسرائيلي هذا حتما سيكون. أنا بتقديري شو مقابل الضاحية؟ في كتير ممكن، مثلا ممكن يافا ممكن حيفا إلى آخره. إحنا هون بدنا نحكي بشوية تفصيل بالأمر. فعمليا دائما هذا القرار تتخذه القيادي، ولكن لن يكون هناك قبول بأن يفرض الإسرائيلي معادلة على حزب الله في لبنان بأن يستهدف الضاحية ساعة يشاء أو يستهدف المدنيين أو إلى آخره. فعمليا هذا الموضوع يعني في الرد بتقديري في رد حزب الله يجب أن تكسر هذه المعادلة ويرد على الإسرائيلي ويعود إلى المعادلة السابقة. فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية الإيرانية واستهداف الشهيد إسماعيل هنيه، هناك نقطتين أساسيتين. أولا في موضوع استهداف السيادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وخرق القوانين وانتهاك الأعراف الدولية إلى آخره، هذا الأمر الأول. والأمر الآخر الذي يعني تعتبره كبيرا جدا الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعبر عنه قائد الثورة وعبر عنه الرئيس الإيراني أن هذا الرجل هذا ضيفنا. صحيح. وكان في زيارة رسمية وكان موجود عندنا. فاستهدافه على أرضنا هو استهداف لأننا لكرامتنا لسيادتنا لشرفنا إلى آخره. وهون بدي أذكر أنه بوقت اللي استشهد الحاج قاسم سليماني على الأرض العراقية قال سماحة قائد الثورة لرئيس الوزراء آنذاك مصطفى القاضمي أنه أنتم هذا الرجل استشهد على أرضكم، مفروض أنتم تقوموا بالرد يعني على الأقل مثل ما بيقولوا من أدب الضيافي إلى آخره. والزلمي راح بشكل علني، البعض بيعتبر أنه رايح بزيارة سرية، لكن رايح بزيارة علنية ورسمية ومعروف موعد وصوله إلى آخره. هذا النقطة الثانية. أنا عم أقدم هذه التفاصيل شوي لحتى أرجع أخرج من النتيجة اللي بدنا نوصلها. النقطة الثالثة أنه اليوم اليمنيين في ثأر بعد ما أخذوه فيما يتعلق تحديدا بموضوع الحديدة.
ونحن بعرف أنا بحسب معلومات أنه اليمني كان عم بيعد رد كبير جدا ولا يزال يعد رد كبير جدا وكان يعتزم أن يرد بعد عودة نتنياهو من الكونغرس، لأنه ما بده يرد أثناء وجوده بالولايات المتحدة الأمريكية على أساس أنه ما يعطي ورقة لنتنياهو في الكونغرس الأمريكي، أو هيك بين نكتة أنه عيب يضرب الإسرائيل وما يكون موجود نتنياهو فيها من وراء ظهره. من وراء ظهره عمليا. أيضا بدنا نحكي كمان عن المقاومة في العراق، وأيضا الثأر من الولايات المتحدة الأمريكية. أول يعني جراء، خليني لحظة، جراء هيدا اللي ذكرته كله يتبادر إلى الذهن سؤال مباشر، أنه هل سيكون الرد القطعة كل دولة لحال، أم أن المحور سيأخذ قرار بتوقيت رد موحد؟ أنا بتقديري أنه الموقف سيكون الرد سيكون موحد ومتزامن. كيف؟ لا يعني في وقت واحد يكون الرد، ولكن هون بنحكي على القطعة. أنا بستهدف الموضوع الفلاني، أنت بتستهدف الموضوع الفلاني، بهذا الإطار. بس تنطلق الصواريخ أو المسيرات بنفس التوقيت من لا أتحدث عن دول؟ لا أتحدث عن معلومات. أنا بالجو العام كان عندي أنه اليمنيين أجلوا الرد بانتظار رد حزب الله. يعني بمعنى أنه كانوا يدركون أنه الإسرائيلي بده يرد على هذا الادعاء موضوع مجد الشمس، وبالتالي الحزب الله سيرد. إذا رد حزب الله بيرد اليمنيين بنفس الوقت، فبشو بيصير؟ بيصير عندك أنه ضربة قوية للإسرائيلي. هلأ هون بدنا نقول أنه رد متزامن. هذا الرد المتزامن لح نوصل له، ضربة قوية بس خطر، قد تؤدي إلى الانزلاق. لح نوصل له لأنه بدنا نقول هون أنه في شيء لازم نلتفت له. نحن مش عم نقاتل إسرائيلي أمريكا. نحن عم نقاتل أمريكا. أمريكا هي اللي عطت الضوء الأخضر لنتنياهو لحتى إجا فتح هيدي الجبهات، وإلا كل العالم تعرف أنه نتنياهو غير قادر على أن يفتح جبهات إذا ما كان عنده ضوء أخضر. فعمليا إذا بدك تردي لازم يكون الرد بفرض معادلة كبيرة، مش بس على الإسرائيلي، على الأمريكي، حتى لو تدهور الوضع إلى ما لا يحمد عقباه. شو يعني؟ لأنه محور المقاومة، شوف سمحت سيد حسن نصر الله قالها، وحتى الإيرانيين قالوها أكثر من مرة. نحن عم نحكي الإيرانيين وحزب الله باعتباره أنه رأس الحرب بمحور المقاومة، أنه نحن ما بدنا نوسع الحرب، ولكن إذا فرضت علينا الحرب نحن رح نكون جاهزين إلها بأتم الجهوزية. وبحسب معلوماتي انه في امكانيات هائله عند المقاومه والى اخره، ولكن هن اللي بدهم يحددوا الوقت مش الطرف بس الاخر. الفرض، ولكن من مكان نحن نوصل هلا. شوف كيف بتفرض الحرب مثلا. هلا نفرض هلا، اول شيء خليني اقول فكره قبل ما انساها، انه الامريكاني وقت اعطى الضوء الاخضر لازم الامريكاني كمان نكسر له هيدي المعادله، انه مش كل شوي بده يجي الامريكاني يعطي الضوء الأخضر للإسرائيلي يقوم بهيك عمليات ويتجاوز الخطوط الحمراء، ومن ثم يكون هناك رد معين. هذا الرد لا يردع الإسرائيلي، فلابد أن يكون هناك رد يردع كلا الطرفين. يعني بمعنى أنه إذا كان هناك من ضربات المواقع الأمريكية لن تكون بمنأى عن الضرب. وقت قلت أنا أنه كل واحد بيضرب بالمكان المعين أو الأهداف اللي بده يريدها، يعني فإذا نحكي هون عن أنه المقاومة العراقية ربما يعني ستقسم، ربما تقسم يعني ردها بقسمين، قسم على الإسرائيلي وقسم على مواقع الأمريكية في المنطقة، مثلا مثل عين الأسد، مثل قاعة الحرير بالعراق، مثل القواعد الأمريكية بسوريا إلى آخره. فعمليا هيدا الشيء اللي لازم يوحد توقف عنه. هلأ تتدحرج الأمور إلى حرب إقليمية أو مخاطر، هون بدنا نصير بنحط الأمر أمام خيارات. يعني إذا قامت المقاومة وردت على الإسرائيلي، وبطبيعة الحال جبهة المقاومة سيكون ردها قاسي كما قال قائد الثورة الإمام السيد علي الخامنائي، فعمليا نحن بدنا ننتظر الرد الإسرائيلي. هل سيكون هناك رد إسرائيلي أو لا يكون هناك رد إسرائيلي؟ وقت اللي ردت إيران على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، تبلغت بشكل غير مباشر عبر الوسطاء بأنه الإسرائيليين لن يردوا، وبالتالي وقفت الأمور عند هذا الحد. يعني إيران ردت. الآن هل ستفرض إذا رد جبهة المقاومة على الإسرائيلي وكان الرد قاسي، هل ستفرض الولايات المتحدة الأمريكية على الإسرائيلي أنه يبتلع هيدي الضربة؟ إذا ابتلع هيدي الضربة بتكون انتهت الأمور عند هيدا الحد بتقديري، ويعني رجعت المقاومة فرضت معادلتها، وبالتالي
عادت الامور الى القواعد الاشتباكيه. من بعد السابق. كل اللي قاله نتنياهو اتظن انه مستعد لابتلاع ضرب؟ خليني كفي، انا عم نحكي احتمالات، انا عم نحكي احتمالات هلا أوكي. مش عم نقول موقف نتنياهو بطبيعه الحال ما بدنا، خلينا كمان احنا نكون واقعيين، زلمي زلمي داهي زلمي داهي عم يلعب، يعني خبير في الشؤون، يعني خبير في المخ الامريكي وبيشتغل لانه كان عايش بامريكا، وبيو يعني معروف انه كان من المختصين بالشان الامريكي وبالتاريخ الامريكي وبالتالي كان استاذه. فعمليا هذا اول شيء، هل سيبتلع الاسرائيلي الضربه؟ هون في احتمالين، احتمال انه يبتلع الضربه نتيجه الموقف الاسرائيلي الموقف الامريكي ربما، طبعا هذا بين الاثنين. والامر الثاني والنقطه الثانيه انه ربما كما عادت الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل انه يسخفوا الضربه مهما كانت قويه تحت عنوان انه لا اجتبي مناطق فاضيه وتصديناه وسقطوا، مثل ما صار بالرد الايراني، مثل ما صار بالرد الايراني وصلت عشرات الصواريخ وشفناهم بالفيديوهات مصورين الاسرائيليين وقالوا انه ما وصل شيء. النقطه الثانيه انه لا يرد الاسرائيلي، اذا رد الاسرائيلي يقينا سيكون هناك رد. رد 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 تدحرج الامور. الى اين تتدحرج الامور؟ هون صارت المخاطر الكبرى. انا بتقديري انه نتنياهو يريد ان يذهب بالمنطقه الى هذا يريد الحد. هل سينجح؟ هل سينجح بجر اجر المحور الى هون 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 مختص الحرب الواسعة؟ سؤال جدا جميل، ولكن اذا المحور منجر الى الرد على الرد وكسر هذه المعادلات، نتنياهو بيكون فرض معادلته على محور المقاومة، انه هو فرض الشيء اللي بده اياه، انه ساعة اللي بده ساعتها بصير يضرب وين ما بده، بيغتال وين ما بده، بفجر وين ما بده، ما بيعود حدا يقول يعني شيء. طبيعة الحال يعني نحن هلا اذا بدي استنتج من كلامك، نحن هلا اقرب الى توسيعة الحرب. انا بتقديري هيك، انا بتقديري هيك. ليش؟ لأمرين أساسيين. الأمر الأول أنه حاليا ما بدي أقول أنه أمريكا بلا راس حاليا، ولكن معروف أنه الوضع الأمريكي حاليا والإدارة الأمريكية، مشكلة الإدارة الأمريكية، بايدن وكاميلا هاريس وترامب، في تنافس شديد جدا. فلذلك كلا الطرفين الديمقراطي والجمهوري يحاول استرضاء نتنياهو للاستفادة من اللوبي الإسرائيلي والصهيوني بالولايات المتحدة الأمريكية. فعمليا وقت اجى نتنياهو من امريكا، اجى مجيء المنتصر مفوض من قبل الكونغرس الامريكي وشفناه يعني. فعمليا هذا الموضوع موضوع حساس جدا. طيب بما انه الاداره الامريكيه في حاله انشغال، حتى ما نقول اكثر من هيك. طيب ايضا هناك الكنيست ايضا في حاله من العطله، دخل بالعطلة. يعني عمليا أطلقت يد نتنياهو فيما يريد، وخصوصا أنت بتعرفي والكل صار بيعرف، حتى الإسرائيليين هم بيقولوا هيك، أنه المعركة الآن معركة شخصية لنتنياهو، معركة وجودية شخصية صح. وجودية لنتنياهو. فلذلك ما هي الخيارات المتوفرة أمام نتنياهو؟ الحرب تساوي وجوده. أحسنتي. الخيار الأساسي اللي أمامه لتحقيق الأهداف اللي بده إياها هو توسيع دائرة الحرب. لأنه بغزة، شوفي بغزة فشل. هلا البعض اللي بيقول انه اخي قتل ودمر، اي صحيح قتل ودمر واستهدف المدنية، ولكن اي من الاهداف لم يحققها حتى الان. تلاحظي انه مش عم يقدر يسيطر على بقعه جغرافيه، بالرغم من 10 اشهر مروا، مع العلم انه الاسرائيلي بست ايام كان عمل انجازات عظيمه جدا ضد بعض الدول العربيه بال 67. فعمليا شو بده يعمل؟ عم بده صار بده يوسع دائره الحرب، ربما يحقق هدف ما في مكان اخر. الهدف ما مش رح يقدر يحققه لحاله، بده يجر الولايات المتحده الامريكيه. اذا جر الولايات المتحده الامريكيه ونجح، واذا توسعت دائره الحرب ونجح، انت صرتي امام مخاطر. طيب للمره الثانيه الولايات المتحده الامريكيه للمره الثانيه بتبعث لنا البوارج الى الشواطئ، يعني اول مره اجت البارجه وفلت، وهلا ثاني مره من بعد عوده نتنياهو من واشنطن ومن بعد الاغتيالات يلي صارت بعثت بالبوارج. طب هيدا شو معناته؟ يعني هيدا استكمال للضوء الاخضر؟ يعني احنا بنعرف انه امريكا تتظاهر بانها، ربما تتظاهر بانها لا تريد الحرب، وانه بدها تهدئه الاجواء، وبدها 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 وقف اطلاق النار، وتعمل على وقف اطلاق النار، وبتركض على لبنان وغيرها، بتبعث المفادين لحتى تضبضب بالوضع وتقلص زخم الرد مثلا، او زخم تعاطي حزب الله مع الموضوع، ولكنها جاهزه لكل شيء. بالنهايه بتقول لك ما بقدر ما اعطي نتنياهو السلاح ووفر له هيدا، ما بقدر ما اعطي التمويل للحرب، وما بقدر ما ابعث البوارج للمسانده اذا
أقدم نتنياهو على الحرب سنكون إلى جانب. جيد. طيب. شوف في بالعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية بدنا والإسرائيليين بدنا نقسم بين شغلتين. أول شيء العلاقة العضوية بين الطرفين كجهتين وليس كأشخاص هي علاقة عضوية استراتيجية بنوية بنيوية لا يعني لا تتزحزح. هذا استراتيجي هذا محسوم الأمر. ربما كان هناك إشكاليات بالعلاقة بين الشخصين الموجودين في رئاسة مجلس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي وهذا لاحظناه في الفترة الأخيرة. بطبيعة الحال هذا يخضع لكاريزما اللي بيتمتع فيها كلا الطرفين. واضح كان أنه تفوق نتنياهو على بايدن يعني ضعيف الشخصية كان واضح كان أنه ضعيف الشخصية. هلا هيدا بالمبدأ هيك بنحكي يعني عمليا إذا تعرضت الولايات إذا تعرض الإسرائيلي لخطر امبارحة كان عم يحكي وزير الحرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وكان عم بيقول إنه لن نقف مكتوفي أيدي إذا صار كذا وهني قالوا إنه إحنا ملتزمين بالدفاع عن إسرائيل. فعمليا هاي العلاقة العضوية اللي عم نحكي عنها هاي ستبقى قائمة لكن هيدي العلاقة أيضا تخضع لأمور. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية القديمة. نحن هلا عم نحكي على تطورات جديده متغيرات على دوليه كثير كبيره قوى كبرى عم تتحرك على الارض. اسرائيل لم تعد اسرائيل السابقه. يعني هلا فيك تقولي لي انه اسرائيل بعدها مثل ما كانت قبل 40 سنه او 30 سنه او 35 سنه؟ اكيد لا. في فرق. هناك قوى صاعده وقوى تمتلك امكانيات هائله ولديها حلفاء دوليين مثل روسيا والصين عم تشتغل على الارض. اذا حكينا عن موضوع الدعم الامريكي، الدعم الامريكي ينقسم الى قسمين. قسم أن يكون هو موجود ميدانيا على الأرض وهذا مستبعد لأنه الأمريكان بتعرف يتعرض لضربات كبيرة جدا ويعني صار في عند حتى عند الشعب الأمريكي أنه نحن ما بدنا نبعث جنودنا وأبنائنا يروحوا عموديين يجوا أفقيين وندفع مصاري بأوكرانيا ولإسرائيل. هل هيدا الامر الاول. وخلينا نقول انه دفعوا اسمين كبيره الامريكيين. طب بافغانستان قديش دفعوا بالعراق قديش دفعوا بلبنان هون ب 83 قديش دفعوا بفيتنام الى اخره. ما بدنا نفوت هاي التفاصيل لانه هيدا ساصبح امر واقع وعبر عنه سنه 2016 مين ترامب وقت كانوا باجتماع القمه العربيه والاسلاميه بالرياض قال لهم انتم نحن بنساعدكم بس انتم روحوا دبروا حالكم. هذا اللي قال لهم اياه. مش مستعدين نموت كرمال مش مستعدين نقدم دم. استخدم كلمه دم نقدم. هي وحده. اثنين طيب بيكون القسم الثاني هو تقديم الدعم اللوجستي الاسلحه وغيرها. طيب اذا هلا الامريكي عم تقولي انه بعت حمله الطائرات الى الشرق الاوسط البحر المتوسط. طيب ما هو ما قدر حمل طائراته وقطعه البحريه بالبحر الاحمر. ونحن بنعرف اذا بدنا نعمل مقارنات يعني بالمنطق ما عندنا معلومات بس بالمنطق انه هل الامكانيات التي يمتلكها اليمنيون هي أكبر ولا الإمكانيات التي يمتلكها حزب الله أكبر؟ هل الإمكانيات التي يمتلكها حزب الله واليمنيون هي أكبر ولا التي يمتلكها الإيرانيون أكبر؟ فإذا عمليا الأمريكي يدرك تماما أنه هو عم بيخوض حرب جديدة حرب غير مضمونة النتائج. من هون الأمريكي خايف أنه يفوت بحرب ولو ضامن حرب بيفوت بالحرب. فلذلك هو بيشتغل على الحبلين يعني بيراوغ بيقول انه ما بدنا حرب ولكن هو عم يدعم حصول الحرب. بس بيقدر الامريكي يخاف مثل ما بده بيقدر يفتش على مصالحه مثل ما بده ولكن هل يستطيع ان يقف بوجه نتنياهو؟ هل يستطيع ان يفرض على نتنياهو عدم التدحرج الى حرب؟ يعني سواء كان بالوضع الطبيعي قد يتردد فما بالك وهو عشية انتخابات اللوبي الصهيوني مؤثر بغياب بحالة مثل هيدي يكون القرار للمؤسسات العميقة بأي دولة. يعني خلينا نسأل سؤال بطريقة ثانية سمر. مثلا إذا كان الأمريكي بده يفوت بالمعركة وإجا الجيش الأمريكي يعني الإدارة الأمريكية بده تفوت بالمعركة وإجا الجيش الأمريكي قال له نحن إمكانياتنا ما بتسمح لنا أن نفوت بالمعركة، هل يستطيع الجيش الإدارة الأمريكية أن تنفذ هذا الأمر؟ ما بتقدر تنفذه. فعمليا هلأ الأمريكي ما أنا بتصور أنه مأزوم. وإذا بده يجي يفوت بمعركة هو عنده المشكلة الداخلية الانتخابات وغير الانتخابات وبده يصير في عنده مشكلة أخرى. ما هو هلأ لحد هلأ مش عم يقدر يخلص بأوكرانيا. دمر يعني حلفائه بأوروبا الأوروبيين دمروا اقتصاديا واقتصاديا وهذا الأمر مش مخفي معروف على المستوى العالمي كله معروف. فدمر حلفائه. إذا بده يفوت بالمعركة مش رح يلاقي حلفاء معه. مين بده يوقف معه بالمنطقة؟ يعني إذا كنا تحدثنا نفرض إذا تحدثنا عن الأوروبيين مش رح يقدر يجوا الأوروبيين.
لانه عندهم اوكرانيا وعندهم اوضاعهم ويقول لهم كذا وبتعرفي. خلينا نكون واضحين لان الاوروبيين باضعف حالاتهم. طيب اذا بدنا نجي نحكي عن دول المنطقه، الدول العربيه اصلا رفضوا ان يكونوا مشاركين بالناتو العربي اللي سعى له اكثر من مره الامريكي على مدى السنوات الماضيه. طيب الدعم التركي، تركيا هي بحلف الناتو، طب ما تركيا هل تدخل في معركه الفلسطيني طرف فيها؟ لا واضح كلام اردوغان كان امبارح عم بيقول انه نحن هنخد بعد شوي رح يقول بده يفوت على اسرائيل. لوين؟ يا ريت بيكون شيء مهم جدا. قال مثل ما فتنا على اذربيجان يعني مثل ما فتنا على ليبيا وعلى ناغورني كاراباخ فعمليا يا ريت يفوت، يعني بيكون كثير ممتاز، يعني بيعمل انجاز عظيم وتكون سهل المهمه وقرب تحرير فلسطين. انا خلي وقف صقر الأناضول وشبيهاتها بالأول شفناه أنه عندنا تجارب. فعمليا أنا بتقديري الأمريكي يدرك تماما أنه هو مش وارد أنه يعني ما يعني هو ما بدنا نقول ضعيف، بالعكس أنه الأمريكي بعد لحد هلا الدول المتقدمة الأقوى في العالم تقريبا، ولكن نفوذه ضعيف، البنية الجيش ضعف. إذا بتتابعي القراءات عن الجيش الأمريكي وعن الأسلحة اللي عندهم وكذا بتلاقي أنه لا في عندهم ضعف وعندهم ترهل وما في عندهم مقبولية. شو ضعف وترهل يعني؟ هلأ اللي عم يسمع دكتور شوي بده يستغرب. لا 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 مثلا الجيش الأمريكي هذه الدولة العظمى. لا لا شوفي اللي بيقرأ أقوى جيش لا 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 أنا قلت أيه. مش عم قلل مش أيه ما فينا نخفف. بس في عندهم قد ما يترهلوا بيضلوا أقوياء بس ما عادوا مثل الأول. أنا هذا اللي عم ركز عليه انه هلا مثلا بيكون واحد بيعز شبابه بيكون واحد شاب بيكون عنده قدرات معينه، بس يكبر شوي بتخف قدراته، بس يكبر اكثر كل ما كبر اكثر بصير تخف قدراته. هلا امريكا عم تمر بهيدي المراحل، يعني هلا مثلا ما عاد حدا بالشباب الامريكي ما عاد حدا عم يقبل التطوع الا اعداد قليله تطوع بالجيش مثلا. قبل كان لا كان غير الموضوع مختلف. انا هذا عم اقول عنه مثلا، حتى انا رأيت اكثر مره انه بعض الاسلحه وبعض المعدات هي يعتبروها القطع العسكريه انه قديمه يجب تتحدث. في امور كثيره من هاي النوع مش عم اقول انا انه ولا الاضعاف، الجميع عندهم امكانيات عندهم نووي خلص وبنقطع السطر بكفي، فعندهم حاملات طائرات والى اخره. انا بس بدي اوصل الفكره انه الامريكي بيعرف بوضعيته بيعرف بقدراته العسكريه وغير العسكريه، بالوقت ذاته أيضا بيعرف بالقدرات الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي إذا كان قبل العدوان على غزة عنده قدرة معينة، هو بطبيعة الحال كان بأضعف قدراته، طب كيف أصبح هلأ؟ أنت بتعرفي وهذا عم نقرأ، مش ما بدي لا عم نحن نحلل ولا عم نشي ريال الإعلام الإسرائيلي، الموضوع الجيش، العدد القتلى، الحالات النفسية، الاضطرابات، الفرار من الجندية، المحاكمات اللي عم تصير للفارين، الاشكاليات الداخلية، الوضع الاقتصادي. فلذلك حتى هن الجنرالات تبعهم بيقولوا عم بيقولوا نتنياهو بأي جيش بدك تروح تواجه لبنان. وانت بتعرفي انه المقاومة اللي واجهت الفكر التكفيري والداعشي ما بعتقد انه في حدا عنده عقيدة اقوى من الفكر التكفيري والداعشي. ومن المقاومة هزمتهم، فلذلك صاحبة عقيدة طبعا احنا فكر الداعش والعقيدة الداعشية عقيدة يعني معروفة انه مضلل ومنحرف. فعمليا بهيك وضعية اذا فات الامريكي ومعه الاسرائيلي بحرب بالمنطقة، هل هناك ضمان لنتائج المعركة؟ هي واحدة. اثنين، انت عم تحكي عن منطقة حساسة جدا بالعالم ومحور المقاومة وجبهة المقاومة إلى نفوذ مهم جدا بهذه المنطقة. يعني مثلا نحن عم نحكي منطقة جغرافية تفصل الشرق عن الغرب صار صحيح؟ يعني عم تحكي عن باب المندب، عن البحر الأحمر، عن قناة السويس، عن بحر الأبيض المتوسط، عن خليج الفارسي، عن مضيق هرمز، عن شمال المحيط الهندي. طب ما هي كلها تحت سيطرة محور المقاومة. طب فرضي أن صار في معركة، بدي أقول أنا أنه يا أخيتي ما في عندهم غير صواريخ محور المقاومة ويوقفوا الحركة البحرية، شو بيصير بالعالم كله؟ شو بيصير؟ فكيف انه هيدا المحور خلال السنوات العشر الماضية عمل انجازات يمكن ان توصف بانها معجزات، مثل مثلا انتصار الحرب بسوريا. هون اذا بتسمح لي بنفس الوقت انه اوكي بيقدروا يوقفوا الملاحة وبيقدروا كل شيء، بس مش رح يوقفوا يتفرجوا عليهم. لا بعرف بس مهمو يعني بكون عم تفتح كمان عوديك بيدمروا بالمقابل. شوفي بس ينقصد يعني بنفوت بحرب يعني بتصير بالعالمية الثالثة يعني. ما هذا عم بحكي، ما هذا بدنا نقوله. ما هوني بس توصل لهي المرحلة رح ينقسم العالم قسمين،
بتعتقدي انت انه اذا صار في حرب ودخلت فيها امريكا واسرائيل وحلفائهم ضد محور المقاومه ان الروسي والصيني رح يوقفوا مكتوفي الايدي؟ اكيد لا. مش رح اقول انه والله بدهم يفوتوا يجيبوا جيوش لهون، خلينا هيدا خلينا نستبعده، بس انه معقول ما يقدموا يعني دعم لوجستي ممرات جو الى اخره؟ معقول انت عم تحكي هيك؟ انا هذا اللي كنت بدي اوصل له، انه تدحرج الامر لانه اقفال الحرب المنطقه خلص بدها تسكر هيدي المعابر، يعني عمليا الاقتصاد العالمي مش رح يسكر، يمكن ما يسكر جبهه المقاومه، ولكن لا امن بهيدي المنطقه سيؤدي الى ذلك، لانه عند ذلك بدها تقتل يعني يجي الاساطيل الامريكيه والبريطانيه وغيرهم رح يكونوا موجودين بالمنطقه، وبالتالي هو سيكون مستهدفين مثل ما حصلت بالبحر الاحمر. طب شو صار؟ خلي شو اسمه ميناء ايلات افلس وميناء حيفا ما ادري شو صار فيه والى اخره، فعمليا نحن امام مخاطر كبيره، هيدي كلهم العقول اللي عم تشتغل بكلا الطرفين عم تشتغل عليها وعم تدرسها، وهي مش هلا درستها قبل، وعم يحطوا كل الخيارات. فلذلك محور المقاومه مثل ما بيقولوا يعني في حال حصل بده يرد مهما كان الثمن، تداعيات مهما كانت التداعيات، لانه لن يقبل بان تفرض عليه معادلات، وخاصة أنه أصبح بأقوى حالاته، يعني ما فينا نرجع لورا. سيرد إذن محور المقاومة سيرد، وهذا أكد الموضوع، حتى ولو أدى مهما أدى الأمر إلى حرب مفتوحة أو إلى تدحرج الأوضاع، وهو جاهز لهذه المعركة. سيد حسن قال نحن جاهزين لأي معركة. طيب بدنا نحكي على المستوى اللبناني، بس اسمح لي قبل على مستوى حزب الله وجبهة الجنوب وما إلى ذلك، اسمح لي قبل انتقل للمطار، زميلتنا ريبيكا سمعان موجودة هنيك لتخبرنا أكثر عن حركة مغادرة، في حركة مغادرة لافتة في مطار بيروت، ونحن بنعرف أنه باليومين الماضيين في عدد كبير من السفارات من سفارات الدول يلي دعيت مواطنيها ورعاياها كانوا قبل يقولوا التوخي الحيطة والحذر، هلأ دعيون للمغادرة بما فيهم السفارة الأمريكية عمليا. صباح الخير ريبيكا. صباح الخير سمر لك ولجميع المشاهدين ولضيفك كمان. سمر خليني أبدأ أولا من الفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار الكثيرة حول كثافة في قاعة أو في باحة المغادرة في مطار رفيق الحريري في بيروت. يعني بالفعل أو إذا فينا نقول أنه هي أخبار، ولكن بالفعل وبالواقع الحركة جدا طبيعية كما الأيام الماضية، كما تشاهدون بعدسة الزميل سمير أسمر أن الحركة هي طبيعية جدا، يعني لا يوجد هذه الكثافة التي تحدث عنها الناس والمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنما الحركة طبيعية وعادية. خلينا نقول أيضا كما ذكرتي أن هناك يعني سفارات ودول أجنبية وعربية طلبت من رعاياها مغادرة لبنان بسبب الأوضاع الأخيرة والضربة التي يعني حصلت بالأمس أو منذ يومين في حارة حريك واستهدفت الضاحية الجنوبية للبنان. خلينا نقول آخر الدول أو آخر بالأمس يعني سلطنة عمان دعت رعاياها لمغادرة البلاد، ومثل ما نشوف أيضا على شاشات يعني الطيران الرحلات المغادرة هناك رحلات كثيرة ألغيت، مثل ما عم نشوف أنه في رحلات على متن طيران ترانسافيا إلى فرنسا ألغيت، كمان عم نشوف الجزائر الخطوط الجوية الجزائرية إلى الجزائر كمان ألغيت، طيران العماني كمان ألغى رحلته، هذا بالإضافة إلى عدد من يعني الطيران وشركات الطيران التي سبقت وألغت رحلاتها، منها شركة لوفتانزا وطيران سويسرا اللذين يعني ألغتا رحلتهما إلى لبنان حتى 5 آب، وهناك عدد آخر من شركات الطيران التي ألغت رحلتها. خلينا نقول بالنسبة لشركة طيران الشرق الأوسط فإن الإجراءات لا تزال نفسها بالنسبة للرحلات الجوية الليلية يلي عم بيتم تأجيلها، يعني كل الرحلات الجوية الليلية عم بيتم تأجيلها حتى النهار، يعني من أصل 35 رحلة يومية عم بيتم تأجيل 5 أو 6 رحلات ليلية إلى الصباح. طبعا يعني هيدي الإجراءات يلي اتخذها
طيران الشرق الأوسط. خلينا بالأرقام التي حصلت عليها الجديد بالأرقام، وتحديدا خلينا نحكي عن أرقام المغادرين وأرقام الواصلين إلى لبنان، يعني مش كما يشاع عن أنه هناك حركة كثيفة ومغادرة يعني بأرقام عالية جدا. خلينا نقول لشهر تموز عدد الإجمالي للمغادرين هو 341,273، أما بالنسبة للواصلين فهو 412,987 شخص يعني وصلوا إلى لبنان. خلينا نحكي بالتحديد عن التاريخين، عن 28 الشهر يعني عند الضربة على مجد الشمس، خلينا نقول بهذا التوقيت ب 28 الشهر كانت حركة الواصلين إلى لبنان هي 11,855، يعني هو رقم بالفعل كبير، يعني 11,000 شخص تقريبا، 12,000 يوميا عم يوصل إلى لبنان. أما بالنسبة لحركة المغادرين في هذا التاريخ فهو بالفعل منه هالرقم الكبير، يعني هو الأرقام عادية ما فيها الازدحام والكثافة، يلي بيبلغ 14,933 مغادر ما كان فيه، يعني هذا هو الرقم النظامي للركاب المغادرين بهيدا التاريخ. أما بتاريخ استهداف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للبنان فكان بتاريخ 30 الشهر عدد الواصلين إلى لبنان هو 9,958، يعني تقريبا 10,000 وصل إلى لبنان، في المقابل المغادرين هن 12,323. يعني الأرقام هي نفسها، مثل ما عم نقول هن الركاب النظاميين، ليس هناك ازدحام كما يحكى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وخلينا نقول بالنسبة للأمس، بحيث قيل أنه هناك كثافة وهناك يعني حجوزات كثيرة، إنما الحجوزات لا تزال طبيعية، وفي معلومات الجديد أنه لا حجوزات إضافية على الحجوزات التي كانت سابقا. يعني بالأمس بلغ عدد الواصلين إلى لبنان 12,258 والمغادرين 10,005، يعني هذه هي بالأرقام تحديدا الحجوزات والمغادرين بالنسبة للواصلين وبالنسبة للمغادرين، وليس كما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نتحدث شوي مع بعض المواطنين لحتى نشوف هل هن بالفعل كانوا حاجزين قبل طيران لا يرجعوا على البلدان اللي اجوا منها، أم بسبب الوضع وبسبب الاستهدافات الإسرائيلية هن يعني تخوفا من الوضع هن حجزوا سريعا لحتى يرجعوا على البلدان. رح نحكي شوي مع بعض المواطنين. مرحبا، خبرني أنتوا كنتوا حجزين قبل أو تخوفا من الوضع ومن الضرب اللي صارت من يومين على ضاحية الجنوبية للبنان أنتوا رجعتوا حجزتوا؟ لا أنا حافظ شاني أول مسيرة مجانا. لا أنا كنت حاجز على الأردن وأجلوها فغيرت رحلتي. بس أنت خايف من الوضع حاليا ولا؟ أنا كان يعني نمت تحت الدرج. يعني عم نشوف أنه في بعض الرحلات اللي هي رحلات تأخرت، وهي أمر طبيعي بالنسبة لبعض الطيران الذي أخر رحلاته وأرجأ، وبعض الطيران الذي ألغى رحلاته إلى لبنان. عم تخبرني أنتم مسافرين لوين مسافرين؟ الرياض. خايفين شيء من الوضع؟ خايف من الوضع؟ أنا بقي هون. خايف من الوضع من هيك مسافر؟ يعني في بعض زعلان لأنه رايح. أنتوا حجزتوا حاليا أو كنتوا حجزين قبل وهذا كان موعد الطيران؟ لا كان موعد سيارتي على 12، بس لأنه فتحوا إكسترا فلايت فدق لي جوزي وقال لي هلأ بتسافر. يعني تخوفا من الوضع اللي حاصل ومن الضربة؟ أي أكيد. يعني مثل ما عم نشوف طبعا في تخوف لبعض المواطنين من الضربة التي على الضاحية الجنوبية، ولهيدا السبب يعني بعض المواطنين عم بيغادروا البلد، عم بيغادروا لبنان. ولكن يعني هذا الوضع شيء طبيعي انه نشوف تخوف بعض المواطنين من هذا الوضع. خلينا نقترب ايضا، يعني عم نشوف دائما انه المواطنين يقفون امام الشاشات لمراقبة رحلاتهم، عم نشوف انه دائما المواطنين عم بيراقبوا رحلاتهم لحظة بلحظة على الشاشات بسبب التأجيل والتأخير الذي يحصل لدى بعض شركات الطيران. مرحبا، لوين مسافر؟ والله راجع العراق. خايفين من الوضع؟ كنت حاجز سابقا او حجزت مؤخرا بسبب الضربة الأخيرة على الضاحية الجنوبية؟ والله انا يعني حجزت قريب وراجع العراق، انه الوضع كمان يعني بدأ يتكركب وبلدي ما فيه. أي متى كانت طيارتك؟
طيارتي ان شاء الله الساعة 53 دقيقة. كنت صار في تأجيل ولا لا؟ لا لا ما في تأجيل. حجزت على يوم واحد وان شاء الله اليوم خلاص، يعني ما في لا تأخير ولا الحمد لله. شكرا لحضرتك. يعني كمان رح نجرب نحن بهيدا الوقت، طبعا يعني حركة المغادرين مثل ما عم نشوفها هي حركة طبيعية، ولكن مثل ما حكينا أنه في تخوف أيضا من الوضع، لذلك السبب يعني لجأ بعض المواطنين إلى يعني سبقوا رحلاتهم لحتى يرجعوا على بلدهم بسبب التخوف من الضربة الأخيرة. رح نجرب ننزل على قاعة الوصول لحتى نفرجي الصورة المغايرة، لأن قاعة الوصول تعج بالواصلين إلى لبنان. رح ننتقل حاليا إلى الأسفل إلى باحة الواصلين. يعني سمر نحن رح نرجع لكم، رح ننزل لتحت على قاعة الوصلين لكي ننقل لكم من باحة الوصول ونعود ونوافقكم بكل جديد. شكرا لك يا ربيكا، طبعا سنعود إليك بعد قليل. قبل ما تابع معك دكتور حكم، دعني أنتقل أنا وإياك والمشاهدين إلى اتصال هاتفي مع الكاتب السياسي اليمني السيد علي المحطوري. يعطيك العافية سيد علي. اهلا وسهلا، مرحبا، اهلا بك، اهلا بك معنا في هذا الاتصال الهاتفي لنقف معك على اخر المستجدات في المنطقة، سواء الاعتداء في بيروت وقبله كان اعتداء الحديدة والاغتيال، الاغتيال في بيروت والاغتيال في طهران، مرورا بالاعتداء والاغتيالات على الحشد الشعبي في جرف الصخر. اليوم الجميع يترقب الرد والعين دائما على اليمن في الردود، سواء كان أيضا هناك العين على حزب الله وعلى طهران، ولكن اليمن أساس أيضا والبحر الأحمر أساس. كيف سيتصرف اليمنيون الحوثيون تحديدا في هذا الإطار؟ ألو، نعم تفضل، معك أنت على الهواء. نعم، حياكم الله، ونجدد اولا تعازينا لاهالي الشهداء ومباركتنا للشهداء بفوزهم بالشهاده، وهذا غايه ما يتمنونه على المستوى الشخصي ان ينالوا هذه الامنيه. اما ما موقف اليمن وماذا يمكن ان يفعل، فقد يعني اشار الى ذلك بيان السيد زايد عبد الملك ادريس الحوثي في بيانه يوم امس التعزيه والمباركه، بان اليمن لن يعلو جهدا في العمل الى جانب باقي اطراف محور المقاومه وبالتعاون معهم والمشاركه معهم لتنفيذ عمليه انتقام تليد بالدماء الشهداء. يعني اذا كان هناك من عمل فهو بالتعاون مع باقي محور المقاومه، واليمن في كل الاحوال جاهز بكل ما يستطيع وبكل ما يمكن، وقد بادر هو مبدئيا بادر اليمن الى للخوف في هذه الحرب عن من البدايه، وتمكن رغم انه في وضعيه حصار وفي وضعيه لم يعني يتجاوز بعد سنوات الحرب السابقه مع السعوديه، ومع ذلك فعل اليمن ما لم يتوقعه الصديق ولا العدو، وتمكن من بأكثر من 200 صاروخ وطائره مسيره، صاروخ باليستي وطائره مسيره، من اغلاق البحر الأحمر كليا أمام الملاحة الإسرائيلية، وفرض على العدو أن يعلن إفلاس ميناء إيلات، وبالتالي وتوج هذا العمل بطائرة يافا إلى داخل عمق فلسطين المحتلة، إلى تل أبيب، إلى يافا المحتلة. في هذه المرحلة الآن اليمن يعني أيضا هناك الأخبار على خطاب السيد عبد الملك الساعة 4 عصرا، وسوف يعني يبين اكثر ماذا يمكن ان يفعل اليمن، وان شاء الله الميدان اكثر شيء، الميدان هو الذي سوف يبرز الدور المشاركه اليمنيه في عمليه الانتقام القادمه اذا كان هناك من عمل يتطلبه اليمن فهو حاضر ان شاء الله.
نعم، تحدثتم في اليمن عن التنسيق، وحضرتك هلأ تحدثت عن التنسيق التام بين كافة أعضاء المحور، التنسيق مع طهران، التنسيق مع العراق، التنسيق مع المقاومة في لبنان، حول طبيعة الرد التي يعني ستكون على إسرائيل والتي قد تجعل المنطقة تتدحرج نحو حرب واسعة. إلى أي مدى أنتم مستعدون لهذا الأمر؟ ومعروف عن اليمن أن حساباته يعني مختلفة عن حسابات الآخرين، وكما ذكرت أنه أول من بادر وضرب إسرائيل عمليا، كيف سيكون استعدادكم إذا ما تدحرجت المنطقة إلى حرب واسعة؟ يعني الاستعدادات، اليمن هو يتأهل ويتأهب منذ سنوات، وهو يسعى لأن يكون يعني أن يصل إلى مرحلة المواجهة المباشرة إلى مع الكيان الإسرائيلي. كل الحروب السابقة كان فرضت على اليمن فرضا، وهو لم يرد تلك الحروب وخاضها للدفاع عن النفس. أما هذه الحرب فقد ذهب إليها راضيا ومختارا، وهو يريدها ويطلبها ولبى نداء أهل غزة وذهب إلى هذه الحرب، وذهاب إلى هذه الحرب وهو مستعد بأن يتحمل كل ما يمكن أن يحصل في هذه الحرب. ليس الإسرائيلي من هو مستعد أكثر من اليمن أو من محور المقاومة، وما يمكن أن يفعله اليمن سوف يفعله، ما هو المتاح له سوف يفعله، من الحرب الصغيرة إلى الحرب المتوسطة إلى الحرب الكبرى والمفتوحة إلى الحرب العالمية. مستعد اليمن أن يخوض في ذلك يعني بكل الوسائل الممكنة، وأن يغلب البحر الأحمر إذا ما زال يعني لو لم يجد معه من قوة صاروخية لأغلق باب المندب بأجساد الملايين من شبابه المتعطشين للمواجهة وللمبارزة وجها لوجه مع الكيان الإسرائيلي. على الكيان الإسرائيلي أن يعرف إذا كان هو يتحدث بأنه مستعد للحرب المفتوحة، فاليمن ومحور المقاومة كذلك مستعدون، ولا أن يتركوا غزة مستفردة لحالها، هذا أمر لا يمكن أن يحصل. اليمن حاضر إن شاء الله للمواجهة مهما كانت تكاليف هذه المواجهة، لأن عدم المواجهة والتراجع أو الضعف هذا يكلف محور المقاومة الكثير، لكن تكاليف المواجهة أقل بكثير من تكاليف المواجهة. نعم سيد علي، يعني اليوم عندما تتحدث عن هذا التعطش لدى شباب اليمن ومقاتلي اليمن للذهاب في مواجهة مباشرة مع إسرائيل، كيف سيكون الموقف فيما إذا ذهبت الأمور إلى تسويات في المنطقة؟ أين سيكون اليمن من هذه التسويات؟ بل يكون تسويات من على قاعدة خروج المحتلين الغزاة من غزة ورفع الحصار عن غزة، وبما يعني تسوية على أساس شروط المقاومة الفلسطينية. إذا تسوية تتم على هذا، فاليمن هو جزء من هذه المواجهة، يعني نحن نقدم كل شيء من أجل غزة، وما تقوله غزة نحن يعني بعد غزة، ما هو الذي يفيد غزة، ما هو الذي يساند غزة، ما هو الذي يعزز بقاء المقاومة في غزة، هذا هو ما يريده وما يطلبه اليمن. إضافة إلى أنه هناك بات مسار مواجهة خاصة بعد ضربة الحديدة وهجوم الحديدة، بات هناك مسار خاص بين اليمن وإسرائيل وحساب مفتوح بين اليمن وإسرائيل قد لا يغلق أبدا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. الحساب بين اليمن وإسرائيل قد لا يغلق إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. أما ما يخص غزة فاليمن من أساسه، أساس معركته هذه، أن يكون عنصرا فاعلا في إسناد غزة، وساعدته الجغرافيا والإطلالة الحاكمة والمتحكمة في البحر الأحمر والمحيط والبحر العربي، هذه الجغرافيا على البحار ساعدته لأن يتميز ويكمل باقي جبهات المقاومة بما يعني بما تأهل في هذه الجغرافيا. نعم سيد علي، سؤال أخير عمليا، كيف سيكون الرد؟ اليوم عدة علامات استفهام تطرح حول الرد، هل ستذهبون إلى رد موحد بالتوقيت الزمني
أم يعني تذهب الأمور إلى الرد على القطعة وكل دولة ترد على مزاجها؟ يعني هذا حقيقة سؤال يوجه إلى المجاهدين إلى القادة العسكريين في الميدان، هم نعم. الذين يقررون ما هو الأصوب والأصلح والأفضل وما هو الذي يكون على عملية متجاوزة. نعم، ولكن أنا أتحدث عن تقديراتك كمراقب ومتابع. يعني تقديراتي لا، يعني لا أستطيع أن أقدر كما يقدره الميدان. يعني حقيقة المعركة هي كبيرة و يعني تتطلب الكثير من تأهيات الميدان لأن يكون الرد فاعلا ومؤثرا مؤلما، سواء كانت متوالية أو متزامنة أو متوالية. نعم، شكرا لك على هذه المداخلة. الكاتب السياسي اليمني السيد علي المحوطري، أهلا بك على هذه المداخلة. قبل ما اسمع تعليقك على كلام هذا، هو اليمن يعني طبعاً مش متوقع يعني منه أقل من هيك. خلينا انتقل إلى حرط حريك، إلى الضاحية الجنوبية في بيروت، وزميل محمد فرحات من أمام المبنى يعني في حرط حريك، المبنى الذي جرى استهدافه، وطبعا هو بداية المواكبة للتشييع الذي سيتم عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم، وصولا إلى كلمة سماحة السيد حسن نصر الله عند 5. محمد يعطيك العافية. الله يعافيك يا سمر، وتحية لك ولضيفك ولجميع المشاهدين. نحن الآن نتواجد أمام المبنى الذي استهدفه الطيران الإسرائيلي المعادي أول من أمس، حيث يعني لا تزال أعمال الصيانة ورفع الأنقاض مستمرة، وأيضا من خلال الكشف الميداني والمسح الميداني الذي يتم على هذا المبنى، إضافة إلى المباني المجاورة، وذلك للتأكد من صحة وسلامة هذه المباني وقدرتها على استيعاب أصحاب المنازل خلال الأيام المقبلة، أو عدم قدرة هذه المنازل لاستقبال السكان خلال الأيام المقبلة. إذن بحسب يعني المعطيات الميدانية، جرى كشف ميداني ومسح ميداني صباح هذا اليوم من قبل بلدية حارة حريك، من قبل مؤسسة جهاد البناء وغيرها أيضا من المؤسسات المعنية بهذا الأمر، حيث يعني تم مسح الأعمدة وأساسات هذه المباني، لسيما المبنى الذي تم استهدافه، أو حتى المباني الملاصقة به والتي تعرضت لأضرار كبيرة ولتصدع واضح في الأعمدة الأساسية وفي أساسات هذا المبنى. الواضح من خلال ساعات الصباح الأولى من هذا النهار، كشفت هذه الساعات عن حجم الدمار الكبير الذي طال محيط مكان العدوان الإسرائيلي، هذا المكان وهذا العدوان الذي أدى كما سبق وذكرنا إلى تضرر وإلى سقوط قرابة 3 طبقات علوية من المبنى المستهدف، إضافة إلى تضرر الطبقات السفلية بشكل واضح بسبب تساقط الركام والأحجار من الأعلى باتجاه الأسفل. كنا قد تابعنا يوم أمس عمليات رفع الأنقاض، إضافة إلى تقسيمها إلى عدة مراحل ما بين رفع الركام والمسح على أسطح هذه المباني، إضافة إلى المسح الذي كان يقام عند أسفل هذه المباني. حصيلة نهائية صدرت عن وزارة الصحة اللبنانية منذ بعد ظهر هذا اليوم، تحدثت وأعلنت عن سقوط 7 شهداء في هذا العدوان الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية. من بين هؤلاء الشهداء كما أصبح معلوما القائد الجهادي الكبير في حزب الله الحاج فؤاد شكر، إضافة إلى مستشار إيراني سقط به هذا الاعتداء، بالإضافة إلى 3 نسوة وطفلين، ما أدى إلى ارتفاع الإصابات أو الشهداء إلى 7 إصابات. أيضا بالنسبة لحالات الجرحى، حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن استمرار وجود عدد قليل من هذه الإصابات في مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم، خصوصا أنه 3 أو 4 إصابات كانت إصاباتهم حرجة وبليغة، أدى إلى دخولهم إلى مراكز العناية الفائقة وخضوعهم للعمليات الجراحية، ما أدى إلى بقائهم في المستشفى في وقت غادر العدد الأكبر من الإصابات من المستشفيات وتوجهوا إلى منازلهم بعد التأكد من حالتهم الصحية. إذن عمليات المسح مستمرة في محيط مكان الانفجار أو في محيط مكان الاعتداء عفوا. نحن نتحدث عن حركة سير طبيعية جدا في الضاحية الجنوبية في هذا اليوم، يعني أعيد فتح كل الطرقات في الضاحية الجنوبية، خصوصا
خصوصا الطريق الذي يربط جامع الإمامين الحسنين ببلدية حارة تحريك. هذا الطريق الذي كان قد أغلق يوم أمس من الجيش اللبناني بسبب استمرار عمليات رفع الأنقاض وأيضا لفتح المجال أمام سيارات الإسعاف وسيارات الإغاثة للوصول إلى هنا من دون أي مشاكل. نحن نتحدث عن عودة السير إلى طبيعتها بشكل طبيعي جدا. كان لنا جولة على معظم الشوارع التي تحيط بهذا المبنى وقد أكدت المشاهد التي رصدناها على هذا الأمر. بالنسبة لما سيحصل بعد ظهر هذا اليوم عند الساعة 3 من بعد ظهر هذا اليوم ستفتتح المقاومة وعائلة الشهيد فؤاد شكر مراسم تقبل التعازي في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية وتستمر حتى 4:30 من عصر هذا اليوم قبل أن تبدأ مراسم التكريم والتشييع في مجمع سيد الشهداء نفسه على أن تكون هناك كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند 5 من بعد ظهر هذا اليوم. وهنا اللافت في هذا الأمر أنه منذ 8 أكتوبر هي المرة الأولى التي سيتحدث فيها الأمين العام لحزب الله خلال تكريم وتشييع أحد الشهداء الذين سقطوا بعد أن كانت الكلمات أو كلمات الأمين العام لحزب الله تحصل في ذكرى الأسبوع وفي مراسم إحياء ذكرى أسبوع الشهداء الذين سقطوا خصوصا ذكرى الشهداء القادة الذين سقطوا من 8 أكتوبر وحتى هذا اليوم. أكيد الترقب هو سيد الموقف لما سيعلنه الأمين العام لحزب الله خصوصا أن بيان المقاومة يوم أمس تحدث بشكل واضح وصريح أن الموقف السياسي للمقاومة ولحزب الله سيصدر عن الأمين العام لحزب الله حصرا في هذه الكلمة وهو سيحدد الموقف المقاومة من هذا الاغتيال الغاشم كما قال بيان المقاومة يوم أمس. إذن 24 ساعة استغرقها عمليات البحث خلال الأيام الماضية حتى تم العثور على جثمان الشهيد فؤاد شكر الذي سيشيع هذا اليوم في الضاحية الجنوبية. نحن سننتقل الآن من هنا من مكان العدوان الإسرائيلي إلى مجمع سيد الشهداء لتغطية وقائع تقبل التعازي إضافة إلى مراسم تكريم وتشييع الشهيد القائد فؤاد شكر بالإضافة إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. على أن نكون معكم سمر فور ورود أي جديد. شكرا لك زميل محمد فرحات. طبعا سيكون لنا عودة إليك لمواكبة التشيع ومواكبة كلمة سماحة الأمين العام. برجع لعندك دكتور حكم، بدي أرجع معك على الكلام اليمني. بس خلينا نحكي عن المطار قبل شوي. تفضل. لأن المطار يعني كثير مهم، يعني الإشاعات اللي عم تصير على وسائل التواصل الاجتماعي أنه في عملية فرار من لبنان وكذا وكذا، كله هيدا ما قاله أساس من الصحة. أنت عم تشوفي بالمقابلات اللي عم يجوا عم بيقولوا، يعني احنا حضرنا على الجديد أكثر من مرة، أنا بشوفهم من برا يعني. نعم. حتى أنا عندي أصدقاء بفرنسا وغير فرنسا اتصلوا فيه أنه منيجي على لبنان، قلت لهم أنا عائلتي كلها صارت بلبنان وأنا نازل على لبنان. فالعم عم تعملوا معهم مقابلات أنتوا أو وسائل الإعلام الأخرى عم بيقولوا إنه إحنا ما عندنا مشكلة، يعني نحن مطمئنين وآمنين وهذا بلدنا وإلى آخره. فهيدا عملية تحريض هدفها دائما المروجين إنه المقاومة هي بدأت تعمل حرب، إنه كذا، شوفوا لك الوضع بلبنان مرعب، ما هذا كله بيأثر. فلذلك هيدا عملية تحريض لا أكثر ولا أقل، أما الحركة طبيعية تماما. إيه بس يعني كمان ما فينا يعني نستبعد موضوع بعد الاغتيالات يلي صارت والانتظار الرد والردود، يعني بها 48 ساعة عدد من السفارات طلع بيانات، يمكن هيدا واجبهم أنه يحموا رعاياهم اللي موجودين بالبلد وطلعوا بيانات اللي بيدعون للمغادرة. السفارات دايما بكل دول العالم بس يحسوا في شوية توتر بيطلعوا هيك بيانات مش جديدة. حتى مراسلتكم كنت عم تقول انه ما في شيء متغير ببرنامج جو جدول اللي يعني صحيح. الرحلات فعمليا هيدا انا بتقديري باطار الترويج. اما بالنسبه الى اليمن، شوف اليمن قضيه ثانيه، قصه ثانيه. اليمن خليني اقول لك شغلي، عدت انا واحد يعني مش يعني اكثر من عدد من المسؤولين اليمنيين وبعضهم كبار بطهران في جنب اجتماع، كنا عم نحكي بموضوع انه يا خيي انتوا بس بلشتوا بهيدا العمليه واستهدفوا السفن، انتوا على اي اساس يعني حطيتوا بلان، حطيتوا خطه انه ولا ردود فعل ما ردود فعل؟ بتعرف شو كان الجواب بكل صراحه؟ قال انه احنا بنعمل تكليفنا مهما كانت التداعيات والباقي على الله. هيدا الكلام اللي سمعناه هذا لا لا انتبه هذا الكلام مش مبالغ فيه، انا عم احكيكي مسؤولين كبار جدا. فكانوا عم بيقول نحن بنعمل تكليفنا لانه هذا تكليف اخلاقي وانساني وشرعي وديني والى اخره، نحن بنعمل هذا الموضوع، بعدين شو بيصير؟ هذا الموضوع بيقع على الله، فنحن من هذا المنطلق عملنا هيك،
وهذا بيأكد انه يعني وقت بلشت الحرب باليمن عدوان على اليمن كان واضح انه نفس الشيء اليمنيين اشتغلوا تحت عنوان الصبر الاستراتيجي. تتذكري احنا كل اللي شو صبر استراتيجي اخر شيء شو صاروا تحولوا من الدفاع الى الهجوم. هيدا واحد. اثنين لك اكثر من هيك يعني انا عم بحكي معلومات. صار في ضغوطات كبيره جدا على اليمنيين انه هو وقت بلشوا يعني راحوا اول شيء راحوا الامريكيين بعثوا ناس لعند الايرانيين قالوا لهم يا خيي اضغطوا لنا على اليمنيين حتى يوقفوا الضرب. كان الرد الايراني انه نحن هو حلفائنا نحن منبارك هاي استخدموا الكلمه منبارك هيدا العمل ونحن لا تدخل بشأنهم هني اخذوا القرار لحالهم نحن بندعمهم واذا هني بدهم شيء نحن معهم هني. وتم ابلاغ السفير اليمني بايران هذا الموضوع عبر الوزير الخارجي الراحل حسين امير عبد اللهيان. حسين امير عبد اللهيان رحمه الله عليه هو راح بنفسه على السفاره لحتى يبلغ السفير وما كان السفير موجود يعني وقت اللي راح لعنده كنت انا قاعد انا السفير سوا وراح لعنده فبلغوا حمل حاله راح لعنده. هاي وحده. راحوا لعند العمانيين كمان حتى يضغطوا ما قدروا. هلا هون بيت القصيد قاموا قالوا بعثوا لهم رسائل الامريكيين لليمنيين انه انتم اذا مش رح توقفوا هذا الضرب نحن نعمل تالي. هني كان مفروض انه يتوقع اتفاق السلام بين السعوديه واليمن باخر السنه الماضيه اخر اسبوع من السنه الماضيه. كان هذا المهله الاخيره وكان ماشي الحال. فقاموا قالوا لهم اليمنيين رح نوقف لكم الاتفاق ورح نضرب لكم الوضع الاقتصادي ورح نحرك لكم الجبهات الداخليه ورح نقوم بعمليات اغتيال لبعض الشخصيات الاساسيه بحركه انصار الله وسموا يعني المصادر اللي كنت عم قاعد انا وياه ما تحب يعني ما بدنا نسميها سموها قد ايه بس انا يعني للامانه ما فينا نحكي. مهم هلا شو صار؟ نفس الشيء. هلا صار نفس الشيء نوقفوا الاتفاق وحركوا ببعض الاوقات بعض الجبهات والموضوع الاقتصادي بتعرفي انه الازمه اللي صارت هيك يوم بين فعمليا هو خلص قرار حاسم. هيدا اليمن هيك مش ممكن برده مش ممكن يكون اليمن غير هيك مهما كلف الثمن. بس هل يعني لما هالقد بيكون دقمة خلينا نقول خلص اللي هو مقتنع فيه بالموقف طبعا لما هالشيء اللي هو مقتنع فيه ما بيتراجع عنه كيف له أن يتفاهم مع المحور سواء كان بالتسويات أو بطريقة الرد؟ يمكن اليمن يطالع عباله يعمل رد قوي مزلزل مثل ما ذكر السيد علي والمحور ما يكون بده يعمل رد قوي مزلزل. لا شوفي قدي عنده قدرة يتفلت من بس خليني أقول شغلي بس خليني شو شغلي بتتميز فيه الموقف اليمني انه الموقف اليمني عم يعبر عنه الشارع اسبوعيا ملايين عم ينزل صحيح. على الارض صحيح. يعني يا خيي ما مليته يعني تصور انه واحد كل اسبوع من حاله ينزل بالرغم من الازمه الاقتصاديه. هيدا بيعبر عن انه الموقف اليمني موقف يعني موحد قياده وشعبا يعني لا يمكن انه واحد يجي يحط اصبعه بيناتهم ما في انسي هذا. بالنسبه للموقف عم تحكي لا ما يعني حتى علي مع المحور حتى على المحور شو قال؟ قال انه بالنتيجه نحن جزء من هذا المحور وهو فعلا اليمنيين هن هلا مثلا اذا بكثير مسائل قالوا انه نحن حتى بالموضوع تسميه الطياره اتصلوا بحماس قالوا انه نحن شو بدكم تسموها بنسميها للمقاومه يافا قالوا سموها يافا لانه تل ابيب هي احسن عمليا في هذا في شيء غير في شيء انه هن عم بيقولوا نحن عمليا عملنا اسنادا لغزه اذا صار في تسويه كبيري وقبلوا فيها الفلسطينيين إذن نحن منكون أدينا فإذا هني ضمن التسوي رح تفي أنا وياك على جبهة لبنان ضروري ولكن خلينا ننتقل إلى السرايا الحكومية لنستمع للسفير المصري بعد زيارته الرئيس لأنه في حقيقة ما لمسناه لأنه الجانب الإسرائيلي ليس لديه الإرادة الكافية من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وأكدنا مرة أخرى على قناعتنا منذ البداية واللي حذرت منه مصر أكثر من مرة بأنه استمرار الحرب في غزة سوف يؤدي إلى تصعيد على مختلف الجبهات وهو الحادث حاليا وبالتالي نعود مرة أخرى إلى أنه الحل هو في وقف إطلاق النار في غزة. الجبهة في لبنان جبهة هامة للغاية لكن هذه الجبهة هي عارض لمرض رئيسي ألا وهو الوضع في غزة. هنتعامل مع زي ما قلت شركائنا الإقليميين والدوليين وهنتعامل مع مجلس الأمن من أجل إصدار قرار ملزم لوقف إطلاق النار في غزة. مرة أخرى بنؤكد على دعمنا للبنان ووقوفنا إلى جانبه
ونسعى خلال الفترة القادمة إلى التهدئة وإلى تجنب فتح جبهة أكبر وأوسع وامتداد الصراع إلى نقاط أخرى، وستكون في هذه الحالة وبالا وخسائر ليس فقط على لبنان لكن على كل المنطقة. تحياتي لحضراتكم، أشكركم. السفير، هل يمكن القول أن التصعيد الأخير أطاح نهائيا المفاوضات وبدأت كلمة الميدان؟ طبعا التصعيد الأخير يؤثر بشكل كبير على مفاوضات الهدنة اللي هي في الحقيقة بتواجه عثرات ما قبل هذا الأمر، لكن احنا بنصر على انه على الرغم مما حدث لابد من الوصول إلى وقف إطلاق النار، ووقف إطلاق النار لن يتم إلا من خلال الجهود الدبلوماسية، وبالتالي نسعى إلى استئناف هذه المفاوضات، لكن استئناف المفاوضات بأجواء وبقواعد تسمح بالوصول إلى هدنة في غزة، وهو ما نسعى إليه الآن من خلال شركائنا زي ما قلت الإقليميين والدوليين، لعل وعسى هذه الجهود الحثيثة والمتواصلة تؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق النار، اللي بنؤكد مرة أخرى إلى أنه لا سبيل إلى التهدئة في أي جبهة من الجبهات إلا بوقف إطلاق النار في غزة ووقف المعاناة اللي بتعرض لها شعبنا الفلسطيني. تحياتي لحضراتكم، شكرا جزيلا، شكرا. إذن مشاهدينا، استمعنا إلى كلمة السفير المصري في لبنان بعد جولته على عين تينة وعلى الرئيس ميقاتي، طبعا بإطار بأن الجميع يعلم في يعمل في محاولة لملمة الوضع ولا خلينا نقول تهدئة الأجواء ومحاولة إبعاد خلينا نقول شبح التدحرج إلى حرب عن المنطقة بشكل عام، ولكن ما بعرف قديش ممكن أن تنفع الدبلوماسية. المشكلة مش عندنا نحن، المشكلة عند الإسرائيلي. يعني الإسرائيلي بيقول لك قرار السلم والحرب، قرار الحرب والسلم عند الإسرائيلي. شوفي من تاريخ 48 لحد اليوم، شوفي مين كان بإيده قرار الحرب والسلم. صحيح خلينا نروح إلى جبهة لبنان تحديدا، جبهة لبنان يلي اليوم في محاولات حثيثة وضغوط ومحاولات أمريكية وأوروبية وكل هالسفرة والموفدين اللي عم يجوا تعمل على محاولة لإقناع حزب الله بفصل مسار غزة عن مسار لبنان، الذهاب إلى نوع من التسويات التي تحمي الجنوب، نروح إلى نوع من تطبيق 1701 ولكن على الهوى والطريقة الإسرائيلية. المهم أنه حزب الله يكف عن شمال الأراضي المحتلة، لأنه كل هم نتنياهو هو عودة المستوطنين، لأنه في ضغط كتير عليه كبير. نحن ما بننسى أنه صرخة الكيبوتس كيف طالعة بموضوع أنه ما بقى فينا نكفي هيك، وحزب الله عمل اللي بده إياه في نسبة كبيرة، قررت عدم العودة، عمل دراسة كل هذه الأمور. ما هو مصير الجبهة اللبنانية؟ شوفي أنا بتذكر، بس شوف حركة المفادين باتجاه لبنان تحديدا، بتذكر أنه تاريخ الصراع بين إسرائيل والدول العربية أو الفلسطينيين كان دائما بس يتغلبوا بالمعارك، بس يتغلبوا هيك يكون في غلب شوي للفريق العربي، فكان دغري مباشره المجلس الامن يتدخل ووقف اطلاق النار، بس يتغلب الاسرائيلي ما حدا يحكي شيء، خلي مكفي. نفس الشيء عم بيصير هلا، بس يصير بيضرب الاسرائيلي لحظه، اذا ما عمل رده فعل المحور المقاوم ما حدا بيتحرك، خلي غزة تدمر، الشعب الفلسطيني يباد يهجر، ما في مشكلة. يعني ما بدنا ننسى انه بالنهاية كلهم عاطين اسرائيل حق الدفاع عن النفس، بس لانه انت لانك تمتلك القوة، انت تمتلك ارادة الردع، وعم تفرضي على الاسرائيلي معادلات عم تقيده ما حدا بيقدر ينكرها، فعم يجوا على لبنان. يعني بيجوا بيصير يهدوكي، ما بيروحوا يهدوا الشخص اللي عم بيقوم بالفعل وعم بيقول بالاعتداء وبالعدوان. فعمليا في قرار بحزب الله انه لا يمكن الفصل بهذا الموضوع، يعني موضوع الجبهه اللبنانيه لن تقف الا بعد ان يقف العدوان على غزه، ونقطع السطر مهما اجوا، مين بده يجي. الحلاوي هون انه كان بالسابق بعض القوى ولا زال بعضها في لبنان، انه هذا عنده بيأتمر بقرارات خارجيه، وبالتالي يعني بتطلع مواقفه وبتنزل بحسب هيدي القرارات الخارجيه، لكن في لبنان قوى
لا يمكن لأحد على وجه الأرض، من كان هذا الأحد على وجه الأرض، أن يفرض عليها أي شرط أو أي خيار. وأنا بحدد هنا موضوع المقاومة. فعمليا قرارها هيك، وحزب الله أبلغ كل المعنيين، أبلغ الحكومة اللبنانية، وأبلغ أنه لن تقف هذه الجبهة. وسيد حسن أعلنها، يعني ما بدأ مش أنه يعني سر، أعلن أنه لن تقف هذه الجبهة طالما أنه الإبادة مستمرة بغزة. فلذلك بدنا نشوفوا طريقة، يشوفوا يعالجوا بمطرح تاني ماشي يعالجوا هون. يعني شوف أنه بيجي بيقول لك الأمريكي أنه أنا جبت الأساطيل على البحر الأحمر، يعرف لحتى ما مدد، لحتى وقف الحرب، وقف الضرب، وبيقول لك عم نعمل كذا لحتى نوقف الحرب. خي ما هي ما بدها شيء، هاي الجبهات كلها ما تتعذب وتبعت أساطيلك، ولا تتعذب وتعمل مشاورات واتصالات، وقف الحرب بي 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 بغزة، كل هاي الجبهات بتوقف. ما هي الجبهات هيك. اليوم في سؤال كبير بينطرح، الجو الداخلي في لبنان أنه جو سوي، طب تعرف في انقسام عمليا، وتحديدا الانقسام كبير اليوم بموضوع موضوع المقاومة، بموضوع اتهام حزب الله بأنه عم بجر البلد على حرب، عم بجر على منزلقات، حتى أقرب حلفاء إذا بنحكي التيار الوطني الحر قالوا نحن متفقين على أنه على السياسة الدفاعية وليس على السياسة الهجومية عمليا، وعدد كبير من حلفاء حزب الله بيعتبروا أنه ما كان لازم نفتح هذه الجبهة. فكيف بالحري اليوم إذا انزلقنا إلى حرب وانجرينا إلى حرب، هل رح يكون برأيك ظهر المقاومة محمي؟ شوفي، أول شيء أنه فريق كبير في لبنان يقف إلى ضد المقاومة، أنا عندي رأي يعني آخر. خلينا بس ما بدنا نعمل نسب، بس نحكي هيك شوي. هلأ إذا حكينا عن السواد الأعظم من الشيعة مع مين؟ مش مع المقاومة؟ نعم. طيب بالحرب الحالية أنت ملاحظتي في انقلاب بالموقف السني؟ طبعا. طيب. لأنه هو من؟ يعني عمليا السواد الأعظم، السواد الأعظم من السنة مع مين؟ مش مع خيار المقاومة. ما شفنا أنه الجماعه الإسلامية عم بيقوموا بعمليات وإلى آخره. أوكي. طيب هودي قالش بشكله نسبي بلبنان. طيب دروز وليد جنبلاط عم بيعبر عنه. واضح. طيب جيد. يبقى عندنا موضوع فقط المسيحيين. المسيحيين تعرفي أنه مش كلهم كمان أيضا، يمكن شريحة مهمة منهم ما مش مع هذا الخيار، ولكن في شريحة أخرى بالشارع المسيحي تقف إلى جانب المقاومة وتدعم القضية الفلسطينية. فعمليا أنه نقول أنه والله الشريحة الكبيرة بلبنان هي مش مع المقاومة، خيارات المقاومة، يعني يكون عم يكون في ظلم بالموضوع. هيدا النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي مفروض نحن نركز عليها، هني يعني المشكلة أنه هناك بعض الناس تحديدا، خليني أحكي عن المقاومة، عندها بعد نظر دقيق ولديها المعرفة التامة بالواقع الميداني للمعركة. شوفي المقاومة لو بدأت تفتح المعركة كانت فتحتها من البداية، فتحت حرب. شوفي كيف اشتغلت بذكاء شديد جدا، بحيث انه خلت المعركة مضبوطة على الحدود، ما بعدت عن الحدود. طيب. فعمليا هي بتعرف انه 10 أشهر له الاسرائيلي، لو كان بده يفتح الاسرائيلي معركة كان فتحها لو كان قادر، لانه فرض المقاومة معادلة عليه. حزب الله المقاومة أيضا هي ما بدأت تفتح حرب، إذا بتفتح حرب كانت فتحتها كمان. فلذلك أنا بلاقي أنه هذا التصريحات بهذا الإطار هي تصريحات في إطارة متعلقة بالتوجهات السياسية بالقرار السياسي لا أكثر. أشرتي لموضوع التيار الوطني الحر، أنا حسب معلوماتي موضوع التيار الوطني الحر يعني ما في شيء جديد بالعلاقة بين الطرفين، ولكن أنه هناك في استقرار إذا بدك بعدم تبادل الاتهامات أو عدم تبادل الانتقادات إلى آخره. يعني يمكن أقول أنه في مرحلة باردة نوعا ما، ولكن ليس فيها يعني توتر. فبيبقى عنا حتى بهذا بالجانب المقاومة، يعني على الأقل على الأقل التيار الوطني الحر عنده إذا قلت حالة دفاعية عنده نسبة مؤيدة للمقاومة. نعم. بهذا الموضوع. فما بعتقد أنه حزب الله اللي عم يحكوا عنه أنه بده يأخذ المنطقة لحرب أنه هذا كلام صحيح، لو كان بده يأخذها من 10 أشهر كان أخذها، من 10 أشهر كان أخذها، ولكن قراره وقراراته كل. طيب ولكن إذا فرضت هو إذا فرضت سيكون متهم بأنه وصلنا له. هون إذا فرضت صار أمر آخر، ما هو أصلاً أين تلما فرضت على ليه؟ ليه بدأت تنفرض علينا؟ لأنه بالأساس نحن تملغصنا فيها. لا. بالأساس نحن فتحنا ب 28 شبه. طيب جيد. قبل هيك رح يجاوبوك. لا بعرف بس أيمتن كان يعني لبنان يفرض الحرب على إسرائيل حتى قبل ما يكون حزب الله؟ ما دائما إسرائيل هي اللي تفرض الحرب، يعني ب 78
وقت اجتاحوا الإسرائيليين جزء من جنوب لبنان، وين كان حزب الله؟ كان في حدا بيسمع بشيء اسمه حزب الله؟ صحيح صحيح. ما في شيء. طيب غير بالمجازر اللي ارتكبت بكثير من القرى الجنوبية اللبنانية، وين كان حزب الله؟ طيب 82 وين كان حزب الله بالاجتياح اللي صار كبير؟ مين أخذ القرار؟ يعني هل لبنان أخذ القرار؟ إسرائيل أخذ القرار. حدا بتذكري أنه المبرر اللي قدموه كان مبرر كاذب للعدوان. فعمليا إسرائيل هي أصلا هي فكرة توسعية، وأصلا شعارهم أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل. وعم تشوف هذا هلا عم بيحاول سموتريتش وبن غفير عم بيحاولوا يعززوا هذا الخيار والمشروع، كل هذا ما أصلا نشر المشروع الإسرائيلي تهجير كل الفلسطينيين، 48 على لبنان، الضفة على الأردن، وغزة على 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 مصر. طيب أنت كلبناني يعني بتقول إنه ما بدي أعمل شيء، ما بدي يكون عندي قوة، ما بدي يكون عندي خيارات مشان واجه فيها. بكرة أنت عندك أزمة اللاجئين أو النازحين السوريين، وعندك الوجود الفلسطيني اللاجئين الفلسطينيين سابقا. طيب بكرة أنت قادر بعد تتحمل؟ تخيل لو بعد في ترانسفير الشمال كله لعندك. لا بدي يصير عندك ترانسفير الشمال. طيب خلي يكون عندك قوة، وهيدي ورقة قوة لك أنت استفيد منها، لك استفيد منها ضد الإسرائيلي، وأنت استخدمها ضد الإسرائيلي. لأنه إذا بكرة إذا بدهم يعملوا ترانسفير وجابوا لك عدد ما أعرف قديش، كم مليون ما بعرف قديش، جابوا لك يوم، شو بك تعمل أنت؟ واضح؟ أنت عندك خيارات هيك وعندك قوة، وحزب الله وقت الأخ أخذ موقفه كان عارفين حدود الموقف ضمن الضوابط، وبعده ضمن الضوابط لحد هلأ. ما حدا بيقدر يقول إن خرج عن الضوابط، ما حدا بيقدر يقول، وليس بوارد أن يفتح حرب. بدت تفتح حرب إسرائيل، هذا قرارها. وإذا فتحت الحرب أنا بتقديري، وصارت ما عم نحكي قبل شوي إنه معركة إقليمية، أنا برأيي رح تكون معركة وجودية. كيف يعني؟ ليس إقليمية. يعني كيف ستنتهي هذه المعركة؟ شوفي مش يعني شوفي المعركة ما تقلي بزوال إسرائيل يعني. لا خليك معي. لا نحن هلا نحن بتبدأ المعركة، كيف بتنتهي ما حدا بيعرف. بس خليني أقول شيء، إنه نحن بهيدي المنطقة كلها سوا نحن ماشيين بنهر دم من سنة 48 حتى ما قبل 48 بالشيء اللي صار. صحيح كل التوترات بالمنطقة هون بسبب شو؟ مش بسبب الوجود الإسرائيلي؟ طيب العالم كله حتى إذا بتلاقي كل الناس اللي بيشتغلوا بالشأن وبيتابعوا القضية الفلسطينية يعني بيقول خلص ما فينا نتحمل هذا شلل الدم، خلص فرد مرة أو هيك أو هيك. فعمليا إذا كان في معركة رح تكون معركة قاسية ومعركة قوية وفيها تهديد وجودي، ايه فيها تهديد وجودي. يعني مش رح نقبل نحن والله انه نجي يعني تنعمل حرب انه يلا خلص يلا مش الحال زبطوا وبدقونا وانتهى الموضوع. لا بده يكون في، اذا كان في تسويه تكون في تسويه كبيره كبيره كبيره. ولكن ما في جهات هون كل واحد عنده خيار، ممكن تنتهي بالجوال الاسرائيلي. انا برايي ممكن كل شيء ممكن. كل شيء ممكن لانه الوضع الاسرائيلي وال خليني أقول، ما بدي أحكي عن الآلات وعن القدرات العسكرية، بدي أحكي عن الشخص الإسرائيلي، عن جند الإسرائيلي. جند الإسرائيلي بتعتبري أنه بعد عنده عقيدة واجهة؟ بعد عنده عقيدة الإسرائيلي؟ عم نشوف أنه عم نشوف حتى الحريدين اللي هني الحريدين اللي هني أو المتدينين اللي هني مفروض أنه هني يحملوا هني عم يرفضوا وعم يهربوا. وبالسابق بدي أقول لك شغلة سمر، اللي بيتابع الشأن الإسرائيلي بالسابق كان اللي بيفر من الجندية الإسرائيلية يعتبر عار وينبذ من المجتمع الإسرائيلي. شوفي هلأ عم يعملوا جمعيات وأحزاب وكذا لحتى يوقفوا التجنيد، يعني حتى ويدعموا فارين من التجنيد. فعمليا أنت عندك هذا مجتمع إسرائيلي يعني في عنده ضعف وعنده ترهل وعنده العقيدة ضربت عقيدته، بس عنده دعم العالم كله. حتى لو العالم شو العالم تعيجي العالم مش رح يجي العالم خلص. يعني شافوا بأوكرانيا، يعني شوف بأوكرانيا هلأ قديش، يعني شوف الوضع الأوروبي، بعض الأوروبيين بعد بيتحملوا أكثر من هيك. يعني كان يعني هلأ كانوا يشتروا مثلا الغاز بدولار، هلأ عم يبيعون إياهم من الأمريكاني ب3 دولار مثلا. طيب اذا بدنا نسلم جدل انه محور متضامن ورح يروح الى حسابات وعمل، يعني هو بيقدر كيف بتكون الحسابات وما الى ذلك، ولكن في نقطه اساسيه اليوم منذ البدايه، لا امريكا بدها الحرب ولا ايران بدها الحرب، ومستعدين على التفاهم على كل شيء. طيب اليوم في محور بقياده ايران مقابل محور بقياده امريكا، بعمرهم ما بيختلفوا، بعمرهم ما بيتناوشوا
بس ما بيختلفوا، بيضلوا يعرفوا يوصلوا يعني ما بيحاربوا بعضهم، بيضلوا يعرفوا يوصلوا إلى تسويات بشكل أنه كل واحد يأخذ اللي بده إياه، وبالنهاية في الآخرين بده يدفعوا أثمان تروح فراطة القصص. لوين ممكن نوصل بهذا الأمر، وأي نوع من التسويات هو اللي ممكن يوقف هذا الوضع؟ شوفي، أول شيء بموضوع التوافق، يعني إذا بدنا نحكي عن أثمان، أكثر من قدم أثمان باهظة جدا بالمنطقة هي إيران، والدليل العقوبات المفروض عليها من وقت انتصرت الثورة. ليش مفروض عليها العقوبات؟ لأنه وقف إلى جانب القضية الفلسطينية. طيب سؤال بسيط وهيك، على ما كان بيقول أحد الإعلاميين دائما ساذج، طيب إذا قررت إيران، والله لأنه هون بيتهموها أن والله إيران عم تعمل هيك لحتى تهيمن على المنطقة، طيب إذا قامت إيران حطت إيدها بإيد أمريكا وبإيد إسرائيل، طيب شو بتصير إيران بالمنطقة؟ بتصير ملك ولا لا؟ في مصطلح إيراني بيقول شاهنشاه، يعني ملك الملوك. صحيح. ما بتصير ملك الملوك بالمنطقة شاهنشاه، بتصير ملك الملوك. فعمليا إنه نقول إنه والله متوافقين هني والأمريكان، أصلا هذا مش وارد. بس خليني أقول لك وين بتصير القصة. بتصير القصة إنه هل إيران جاهزة لتنفيذ عمل معين؟ ممكن ما تكون جاهزة، ممكن يكون بعد عندها، لأنه قائد الثورة من فترة قبل الضربة أو بعد الضربة، بعد الرد على الاستهداف القنصلي، شو قال؟ قال نحن انتقلنا من الصبر استراتيجي إلى الردع استراتيجي. شو يعني الرد؟ صبر استراتيجي أنه أنت كنت عم تبني نفسك، ممكن تاكلي ضربات ولكن عندك هدف استراتيجي بدك توصلي له، مش تكوني انفعالية وارتجالية أنه إذا صار عندك شوية قوة قمت تفوتي بمعركة تروحيهم، بهذا بيضرك ما بينفعك. كما حصل في اليمن، صبروا وحققوا. فعمليا إيران تقلت من الصبر استراتيجي إلى الردع استراتيجي. هلأ يمكن بعد شوية يقول أنه الهجوم استراتيجي، ممكن يتغير الأمور، تصير الهجوم استراتيجي. فخلينا بهذا الموضوع، يعني ما فينا نقول أنه والله ما اتفقين هن والأمريكان بالنتيجة، بس نحكي عن محور ومن ضمنه إيران، في عنده مصالح استراتيجية طبعاً، والأمريكان عنده مصالح استراتيجية. فإذا التقت المصالح بمطرح ما، فهذا يعني أنهم متفقين، هذا بيعني أنه في مطرح ما تقاطع مصالح يقتضي منه نوع من التفاهمات. أحسن تهيد هو. هلأ بهاي الفترة الزمنية، إذا سألنا عن المصالح بين الطرفين، صحيح أنه إيران ما بده، وحزب الله ما بده، ومحور المقاومة ما بده، يعني ما بدهم يوسعوا دائرة الحرب. هلا بالنسبه للامريكان بيقولوا ما بدهم يوسعوا، ولكن على الارض شايفين الامر مختلف، يعني بيعطوا الضوء الاخضر لنتنياهو، فهذا الامر مختلف. السؤال الكبير هون اللي بدنا نطرحه، انه ايمتى بدنا نتخلص؟ طيب نحن هلا الاسرائيلي ضرب، طيب انت بتتصوري انه ما يردوا؟ يعني بدك انه ما يردوا؟ طيب رح يردوا بده يردوا، في تجربه مع القنصليه وشفنا انه أحسن يرد، ولكن هون قلتلك انا قديش حدود، اعطيتك معلومه انا، انه الامريكان بلغوا الايرانيين انه الاسرائيليين مش رح يردوا خلص، يعني بس ردوا الايرانيين انه خلص خي انتهت عند هون، خلص الاسرائيليين هلا رح نكون على وضع الإسرائيليين مشابه. الاسرائيليين ابتلعوا الضربه. هلا هون السؤال انه هذا رح طرحني بالبدايه، هل سيبتلع؟ عم نعمل الخلاصات هون بده يقولوا انه انا قلت بالبدايه انه اذا بدهم يعملوا له تخريج للاسرائيلي، انه بس تكون الضربه مهما كانت قويه، لانه الضربه الايرانيه كانت قويه باعتراف الاسرائيليين، لانه بتعرفي انت دائما الخسائر الإسرائيلية ما بتعلم مباشرة، بس هي تطلع تدريجيا بعد فترة لحتى شو يعني يموهوا ويسخفوا فعالية الضربة. فعمليا الإسرائيلي إذا بده الإسرائيلي يبتلع هيدي الضربة، لازم تأملي له مبرر. إذا قام المحور وقام بضربة قوية وقاسية، يمكن يغطوها إعلاميا، لأن تعرفي في رقابة على نشر المعلومات بإسرائيل، يغطوها أنه والله مثل ما قلنا أنه والله نزلوا الصواريخ بمنطقة فاضية واعترض الأكل العدد الأكبر منهم وكذا وكذا، هاي بصير ممكن أنه يعني توصل للتسوية، بيكون ابتلع الإسرائيلي. أما الإسرائيلي إذا ما بده يبتلع، لا بيكون الموضوع فيه خطر، نحن رايحين نحو أكثر، لأنه الرد يعني حتمي سيكون، وكل رد سيقابل وهكذا سلسلة. شو بده يقول سمحت السيد اليوم؟ والله سمحت السيد هلأ بده يحدد المرحلة الجاية. أنا بتصور ما بعرف إذا كان في معادلات جديدة بده يعلن عنها سمحت السيد، بس هو قال أنه إذا صار شيء نحن سنحارب بدون أسقف وبلا حدود وبلا خطوط حمراء. هلأ نحن بتصور لحد هلأ نحن بعدنا بضمن الخطوط الحمراء، يعني بعدنا ضمن الضوابط، ولكن الشيء اللي حصل بالضحية شو يعني مفهوم الضوابط؟ لا الضوابط أنه ينضرب
تضرب إسرائيل في قلب الضاحية على بعد أمتار أو داخل المربع الأساسي لحزب الله، وأن تختال ربما قائد الأركان، ربما الرجل رقم اثنين في حزب الله. شو الضوابط؟ شو الخطوط الحمراء؟ أنا عم بحكي بدون ضوابط قبل الضرب الضاحي. ليش قلت لك انا بدي اشوف اليوم؟ لا لا انا عمل لك شو بده يقول السيد هلا. لا اليوم بده يكون في مواقف، بده في شيء بده يتغير. انا بتقديري في شيء بده يتغير، لانه في عندك ثلاث شغلات بهذا الموضوع. اولا اذا اعتبرنا ضربه عسكريه لاستهداف قائد عسكري، هذا يمكن يبقى ضمن اطار العسكري بالعسكري، بس انت عم تحكي هون عن استهداف الضاحيه، عم تحكي عن استهداف المدنيين، فاكيد اكيد هناك يعني موقف سيعلن عنه سماحه السيد. في شيء متغير بالروتين القائم على ميدانيا، وبرجع هون رح يكون الموقف مستوحى من المواقف السابقه، انه ان قصفتم عاصمتنا معادلات. معادلات لازم يكون في معادلات تفرضيه على الاسرائيلي مهما كلفنا. نحن ما رح اتركك هلا باستوديو لانه بدنا ننتقل لنستمع الى مؤتمر صحفي يعقده وزير الصحه في خطه للمرحله المقبله. بدي اشكر وجودك معنا لك ومشاركتنا بهالحلقه. كسبناك دكتور حكم امس بوجودك في بيروت. اهلا وسهلا بك.